لعب الجوير يلعب له كرة لفيتو، وهذه تسديده وابعاد ومتابعه وهدف اول، هدف اول لفيتو يسجل الهلال اول اهداف المباراه. الكل ماخذها باجواء احتفاليه، لكن فيتو يصر على التهديف في الفتره الاخيره وحساسيته التهديفيه يحاول ينميها، يفتتح شريط الاهداف في مباراه اليوم وفرحه الجمهور الهلالي الحاضرة. الكرة تأتي بريك، يلعب الكرة الانفراد الآن إيجالو، ميشيل في مكان أكثر سهولة، لكن إيجالو خير التهديف وهدف هلالي ثاني. إيجالو حاسية التهديف حاضرة وتمركز مثالي لهذا النصر النيجيري، يضيف الهدف الثاني ويؤكد هدف الانتصار لفريق الهلال. هدف ثاني للنصر النيجيري بعد